خلينا نروح للمباراة الأجمل في هذا اليوم من وجهة نظري. أنا ما اتفرجتش غير على شوية فقط في مباراة أسبانيا وألمانيا، ولكن أجمل مباراة المونديال كاب ومن أجمل مباريات المونديال الحقيقة، لأنه في هذه المباراة بلجيكا والمغرب فاز المغرب واستطاع أن يكسب احترام الجميع. اتفضل يا المنتخب المغربي قدم مباراة قوية جدا، اعتمد على العناصر المهمة عنده اللي معظمهم بيلعبوا في أكبر الأندية الأوروبية. اكتشاف البطولة الحقيقة حكيم زياش النجم اللي كان اعتزل دوليا في الفترة اللي فاتت مع البوسنة وحيد خليلوزيتش، هو قال مش هلعب خالص طول ما الراجل المدرب ده في المنتخب وأعلن اعتزاله، وده يمكن من الأسباب. يعني يا كابتن حكيم زياش في المغرب كده حاجه زي محمد صلاح عندنا، نجم كبير جدا ونجم رقم واحد عندهم مع اشرف حكيمي، ما ينفعش اللعيب ده يبقى بره المنتخب. وهو كان بينه وبين المدير الفني السابق مشاكل كتير، خلاص اما استبعد رجع المنتخب ولعب، وبقى النهارده بيقدم، كشف عن نفسه. حتى الصحف الاجنبيه النهارده بعد الماتش على طول كتبت ان حكيم زياش هل نراه تاني من جديد في التشكيله الاساسيه لتشيلسي. الماتش من قمه الجمال، سكاي كتبت وبي بي سي قالوا عمل مباراه رائعه جدا. الهدف الثاني يعني في ظل قتل المباراه زي ما بنقول، منتخب يبحث عن التعادل، منتخب بلجيكا باسمه بكوكبه نجومه صاحب التصنيف الثاني في الفيفا رايح وبيهاجم وبيبحث عن التعادل، فجاه تروح الكوره مهاره زياش بيقدر يراوغ لاعب والثاني ويخش منطقه الجزاء ويمرر تمريره رائعه جدا لزكريا ابو خلال، ياخدها فريست تايم على طول في المقص بتاع الشمال للحارس. جون من اجمل اهداف البطوله، والهدف الاول طبعا اللي جابه صابري يعني حظ كتير فيه، بس هو لعب الكره الركله حره شاطها يعني شاطها على طول على المرمى. سفيان بوفال يعني مش فاكر ولا النصيري كانوا قدام الجون، كان رومان سايس فخلفوا الجون شويه برده الجون ما شاف، بس الهدف سليم والهدف احتسب. فالمغرب قدم مباراه كبيره النهارده، اثبت انه منتخب قوي قادر ينافس. ومن البدايه كابتن يمكن حضرتك حتى قلت، انا شفت في الحلقات الاولى ان منتخب المغرب من اقوى المنتخبات اللي عندها فرص في المنتخبات العربيه انه يتاهل. افضل المنتخبات وجهه نظري ان هو واحد من افضل المنتخبات العربيه، اقوى سكواد بين المنتخبات العربيه كلها، المجموعه بتاعته تمنحك فرصه. لا وعندهم مدير فني برضه يا محمد جيد طبعا، الركراكي طبعا طبعا مدرب كبير، بس عنده عناصر متنوعه وخبرات كبيره جدا. عنده مزراوي بيلعب في بايرن ميونخ، اشرف حكيمي تجربته قبل كده في ريال مدريد وبروسيا دورتموند ودلوقتي باريس سان جيرمان، حكيم زياش في اياكس وبعد كده تشيلسي، رومان سايس بيلعب في ولفرهامبتون، ياسين بونو حتى لو النهارده ما كانش متواجد في مباراه بعد الاصابه بس بيلعب في اشبيليه. وما فيش اصابه، هو بيقول ان هو حس ان هو دايخ طلب من بس هو هيشارك في المباراه القادمه بشكل طبيعي. الحارس الاحتياطي بتاعه منير كان بيلعب في كاس العالم 2018 وليه كمان تجربه برده في الليجا في اسبانيا وليه تجربه في تركيا وحاليا دلوقتي في نادي الوحده. ركراكي عنده تنوع في اللاعبين قادر ان هو يستغلهم بقى يعني انسب شكل وافضل شكل عشان يقدم كره ممتعه من المنتخب المغربي. المغرب مش بتفوز بس، لا المغرب بتقدم كره حلوه، قدرت ان هي تهدد مرمى كورتوبا كتير جدا، وكمان سجلت هدف في الدقيقه الثانيه الكره بتاعت حكيم زياش بس احتسب التسلل كانت تسلل. هي تسلل فعلا، هو حاجه بالرؤيه عن كورتوا بس صحيح. المنتخب المغربي بادئ من بدايه المباراه بكعبه عايز يكسب طيب ايه اللي بيحصل في بلجيكا بقى يا ايهاب؟ عواجيز الفرح حاجة انتهى الموضوع. مش شرط، هو يعني حتى التصريحات بعد المباراه ما ينفعش تطلع من النجوم كده، هم خلاص هم سلموا. انا بعد التصريحات اللي بعد المباراه فورتينجن والدرفيلد ويقولوا ان احنا خط الهجوم بتاعنا كبير سنه كبير، يا لهوي ده بيخبطوا وش على طول في زمايلهم وهم كمان كبار يعني قالوا انت منتخب ما ينفعش يا كابتن، انت منتخب بقالك 6-7 سنين هي العناصر بالظبط كلها، ما فيش اي تغييرات خالص، انت بتعمل ايه؟ انا اعتقد ان البطوله دي هتبقى نهايه روبرت مارتينيز الاسباني مع منتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا محتاج تجديد دماء بسرعه، خلاص يعني انك تعتمد على نفس العناصر. ايدن هازارد ريال مدريد اثبت انه ما بيلعبش مش بيظلمه او حاجه، خلاص خيال في الملعب، شبح لعيب بلا اي تاثير خالص، ما بيعملش اي حاجه. دي بروين تايه، مش هو ده دي بروين بتاع مانشستر سيتي، حاجه غريبه يعني بعيد خالص عن اللي بيقدمه. الفرقه يا كابتن تحس فرقه مفككه، في حاجه المدير الفني ما ربطش زي ما بنقول كده، ما ظبطش اللعيبه دي كويس. والمغرب استفاد جدا حتى هم في تصريحاتهم من مباراه مصر، مباراه منتخب مصر شافوها مع بلجيكا، لان هو حتى كانت نفس الفكره عند بلجيكا، هم ليه لعبوا مصر؟ قالوا عشان دي نفس طريقه لعب المغرب فنشوف. فبرضه هو منتخب المغرب استفاد من المباراه دي وشافها، وشاف نقاط الضعف الكتير اللي في منتخب بلجيكا اللي قدر يلعب عليها، واهمها البطء الشديد جدا بتاع قلبين الدفاع الدرفيرد وفورتينخن، الاثنين بطاء جدا. برضه الطرفين ما بيضموش معاهم في التغطيه الدفاعيه، وده بلينا النهارده في الهدف بتاع حكيم زياش. الفرقه يعني
مش فرقه النهارده دي فرقه مش مستعده للمونديال، مش مستعده انك تشارك في كاس عالم. لوكاكو طبعا الاصابه بتاعته مأثره معاهم جامد جدا، لان كده متختخ ويعني تحس يعني ان هو مأثر معاهم. ده يعني المونديال اللي فات يا كابتن كان هو ده زي ما بنقول الشبح الغول اللي قدام بالكره بتجيله بياخد اتنين تلاته معاه وقطر ويجر الفرقه كلها معاه، فمتأثر جدا في المونديال ده. وفازوا ماتش كندا بالمناسبه يعني بايلاك برضه يعني في بنالتي بتاع الفونسو ديفيز اللي ضاع كان ممكن جدا يخلص الامور المباراه لمنتخب كندا، بس قله خبرات منتخب كندا شويه خلت الماتش يروح ناحيه بلجيكا. احصائيه هذه المباراه بلجيكا والمغرب، كلنا سعداء وكلنا مبسوطين وكلنا فرحانين طبعا بالمغرب واللي بيعمله المغرب، لانه بعيدا عن اداء او شكل المنتخب البلجيكي يظل الاداء المغربي رائع في كل شيء الحقيقه، وده طبعا هيبان قدامنا في احصائيه المباراه. صحيح، المنتخب المغربي خلق 7 فرص على المرمى منهم 2 اون تارجت، المنتخب البلجيكي فرصتين بس ومش اون تارجت، فيعني ده بيقول لك قد ايه المنتخب المغربي كان اجريسيف جدا على المرمى من بدايه المباراه. حتى نسبه الاستحواذ برغم ان المنتخب البلجيكي يعني نسبه الاستحواذ على عكس سير المباراه الا ان كلها كانت تمريرات سلبيه، تمريرات مالهاش اي تاثير. المنتخب البلجيكي نسبه الاستحواذ بتاعته 64%، المنتخب المغربي 36%. حتى عدد الباصز زي ما بنقول ان عدد الباصز بالنسبه للمنتخب بلجيكا كانت كلها سلبيه، كلها في وسط الملعب وفي الجانب الدفاعي ثلث الملعب بتاع بلجيكا 688 باص والمغرب 347 باص. العرضيات منتخب بلجيكا راح 13 والمغرب راح 6 والتسللات 3 قصاد 3. طيب حكيم زياش انا هسيبه لك انت عشان انت شكلك ايه بتحب حكيم زياش، اتفضل قول لي احصائيه حكيم زياش رجل هذه المباراه، يستحق بالفعل لانه زي ما حضرتك قلت ان هو ادى مباراه رائعه على اكمل وجه وعامل مباراه خلى كل المغاربه الحقيقه يبقوا مبسوطين. حكيم زياش لعب المباراه كلها طبعا، ميديا لعب صنع الهدف بتاع زكريا ابو خلال، المحاولات على المرمى كان دي محاولتين على المرمى منهم واحده سليمه بين القائمين والعارضه. التمريرات الصحيحه النهارده عمل 33 تمريره كابتن، منهم 25 تمريره صحيحه. هايل، ده متميز جدا طبعا لاعب يعني خصوصا في الجانب الهجومي. المراوغات الصحيحه كان عنده 11 مراوغه منها 6 صحيحه، ده رقم كبير ده على فكره. رقم كبير جدا رقم كبير جدا يعني، فهو النهارده حكيم زياش مقدم ماتش كبير.